ازيكم عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض كابوريا سهله جدا وسريعه. اول حاجه ما فيهاش اي مكونات صعبه. تمام، معايا فلافلايه، بصلايه، طماطمايه، 4 فصوص ثوم، ملح وكمون، وكوبايه ميه. شايفين زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، لسه حطاهم، ما فيش دقايق، وطبعا ميه مغليه او من الحنفيه زي ما انت عايزه. تمام، ما فيش 5 دقايق بالظبط او دقيقتين وانا واقفه بقلبه كده، غير لونه، هسيبه بس الميه تنقص عليه شويه او الشوربه. في ناس بتشربها وفي ناس لا، عادي. انا ذات نفسي ما بشربهاش، عادي بسوي كده بس وباخد الكابوريا بس من غير شوربه. تمام، بس في ناس بتحبها، انا بحب اللي فيها جمبري، ما بحبش الكابوريا بس. تمام، ف كده استوت، ما خدتش اي وقت خالص. اول ما لونها يتغير كده والميه تنقص او الشوربه تنقص شويه من عليها، تبقى النص ماشي، تبقى هي استوت وبقت جاهزه. بس كده سهله قوي وسريعه وحلوه جدا. يا رب الفيديو السريع السهل ده يكون عجبكو. لو عجبكو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.